طيب، السلام عليكم. هلأ بدنا نكمل إنه شغلنا، إنه عملنا كويري من خلال السلكت ستيتمنت لون تيبل اللي هو الأوردر. احتجنا إنه نعرف الأكاونت نمبر حتى العميل، رقم حساب عميل، وعرفنا قديش أعلى قيمة اشترى فيها العميل عشان نقدر نعرف بدنا نعمل له خصم، بدنا نبيعه بالجملة. تمام. بس إجا مديرنا فحكالي أنا ما بقدر أفهم شو 1001، أنا مش حافظ الأرقام العملاء، أنا بدي حساب العميل اسمه، احكي لي اسم العميل هذا وهالقد أخذ مبلغ. باجي أنا برجع زي ما قلت لكم على السكيمة. تمام. هاي جدول الأوردر، جدول الأوردر زي ما إحنا شايفين ما عليه اسم عميل. طب أنا كيف بدي أجيب اسم العميل؟ تمام. هاي جدول الأوردر، في اي دي، في اكاونت اي دي، في كولوم خاصه بالايش، بالمبيعات، الخاص بالمبيعات، ما هي للطلبيات. تمام. طب انا كيف بدي حاليا اني اعرف الاسم؟ بقول لك ندور على هون الاسم، اسم العميل وين موجود؟ بالاكاونت، بجدول الاكاونت، بجدول الحسابات، هاي موجود هون. تمام. طيب اسم العميل موجود هون، طب انا كيف بدي اربطهم ببعض؟ بنلاحظ هون انه في اتصال بين هدول الجدولين من خلال الفورين كي والبرايمري كي. مش احنا قلنا انه البرايمري كي هي اداه معرفه للجدول؟ تمام. الاداه هاي مربوطه بالجدول الثاني. تمام. مربوطه باي فيلد؟ تمام. هون البرايمري كي مربوط في الأكاونت، مربوط مع الفورين كي تم استخدامه كمفتاح خارجي من خلال العمود أكاونت اي دي. خلاص، هلأ هون إحنا فهمنا الرابط بين العمودين. بدنا من خلال البروجرام سيكولايت إن نربطهم مع بعض. كيف رح نربطهم هلأ؟ أوكي. نيجي هون منشيل هاي كلياتها. طب ليش منشيل هاي كلياتها؟ لانه هون عندي، لاحظوا هون الكولوم بيكون موجوده كمان. تمام. هون نلاحظ هون في اي دي وفي اي دي. طب انا لما احط اكاونت اي دي، طب انا مين قصدي، الموجود هون ولا اللي موجود فوق؟ فالبرنامج راح يحتار، ما بزبط احنا نحط الاكاونت اي دي بهذا الصوره لما نحتاج تو كولوم. تمام. شو بنسوي؟ بنسوي مثلا ناخذ سيلكت، ناخذ ستار فروم التيبل اوردرز، بعدين نحكي جوين، نربطه مع مين؟ مع التيبل اكاونت. تمام. هلا وين احنا بنربطهم؟ طبعا بنشيل هاي. وين احنا بنربطهم؟ من خلال اون. ايش الصله اللي حكينا انه موجوده بالتنين؟ هيها الاكاونت اي دي والاوردر اكاونت اي دي. اذا نيجي هون نحكي اون. اكاونت اي دي. هلا نيجي على التيبل اللي اسمه اكاونت، بعدين بناخد منه الاي دي. تمام. يعني ناخد التيبل اللي اسمه اكاونت، ناخد منه الاي دي. تمام. لانه لازم نفهم البرنامج كيف يشتغل. بعدين نيجي للتيبل اللي اسمه اوردر. تمام. هي التيبل اللي اسمه اوردر، بنحط دوت. لاحظوا هون بالبدايه لما كنا نحط الكولومز كنا نحط فاصله، بس لما نيجي نعرف التيبل بعدين نعرف الكولوم اللي فيه بنحط نقطه. تمام. بوينت. تمام. هلا عملنا لهم هيك جوين. تمام. خلينا نشوف، ها اتربطوا التو تيبل مع بعض. تمام. هيك احنا ربطناهم مع بعض، بس الربطه بديش انا كل هاي المعلومات، هاي معلومات اوفر اضافيه، انا بدي بس المعلومات اللي محتاجها مديري. تمام. هو مديري شو كان محتاج؟ كان محتاج الاكاونت اللي موجود بالتيبل، اكاونت نيم. لاحظوا هلا نلاحظ بين اسم التيبل والعمود بنحط نقطه.
تمام. بعدين بنحط فاصلة عشان ناخد كولوم تاني، بدي هي الاكونت نيم تمام، بدي الاوردر، الاوردرز اي دي، نتذكر الاوردر اي دي. بعدين بدي ايش كمان كنا ناخذ، بدي العمود الخاص بالمبلغ كان اسمه total amount used من العمود اللي موجود في تابل الاوردر، بدنا نحط نقطة، بدنا نحكي total amount used تمام. بنجرب هاي، جبنا بس المعلومات اللي بدنا اياها. بس خليني كمان اجيب الاوردر اي دي، الاوردر اي دي احنا كنا بدنا الاكونت اي دي برضو اللي كان يبين لي العميل، اكونت او ناخذ الاوردر. لازم اذا ما حطينا اسم التابل ما بيعطينا اياه. بعدين دوت الاكونت اي دي تمام. هلا بصراحة الاوردر اي دي اللي هي سيكونس الخاص بالفاتورة ما رح يفيد مديري، شو رح يفيده رقم 1 و2 و3؟ هلا هو بفيده انه العميل 1001 اسمه ويلمرت واستخدم هاي تمام. هلا هون بدنا نلاحظ انه هو اعطاني كل الايش العملاء. طيب وير بدنا ناخد شرط تمام، الاكونت اي دي. هلا اذا حطينا اكونت اي دي لحالها هون ما رح يفهم انت قصدك الاكونت اي دي اللي بجدول الاكونت ولا اللي بجدول الاوردر، فرح يعطيني الشغل بس عادة ما بيعطيني اياه تمام. يعني في احتمالية انه ما يعطيني اياه، بس هون اعطاني اياه، اموره طيبة ماشي. طيب هلأ هون كمان اللهم صل على سيد الخلق محمد، لاحظوا انه نفس العميل قاعد عم بيعطيني البيانات مكررة. ليه؟ لانه لما نعمل احنا بدنا الماكسيمم صح، احنا بدنا هون الماكسيمم، احنا بدنا قيمة واحدة اللي طلبها مني مديري اللي هي اعلى قيمة اشترى فيها هذا العميل تمام. هاي وولمارت اللي هو اسم العميل، وهذا رقم الاي دي له، وهي الماكس له. طيب هلا هل من المنطق اني اودي تابل زي هيك لمديري؟ لا، بحكي لك احنا اصلا بنحب الاختصار. الاختصار كيف يعني؟ يعني بدل ما اكتب كل التابل اللي اسمه اوردر بحط رقم صغير او، هذا بسموه الياس، يعني اسم بديل، اسم بديل ومختصر. طيب هلا الاوردر سميته او، فهلا اي اوردر بحط بدالها او. الياس، الياس يعني ايش؟ اسم بديل مختصر تمام. والاكونت طبعا هون كمان اوردر اي مكان لازم نرجع لهذا، والاكونت سميته ايه تمام. هاي ايه اعطانا نفس النتيجة، والكود كان اصغر. طبعا لما تعمل كود كتير كبير الالياس بيكون كتير اسهل لك، يعني خاصة اذا اسم التابل كان كتير طويل وهيك. لاحظ هنا شو استخدمنا؟ استخدمنا اول اشي join، استخدمنا الaggregation function. الaggregation function لما نستخدمها لازم نستخدم function اسمها group by، والgroup by لازم تاخد الكولوم الخاصة، الكولوم اللي ما صار عليها aggregation، اللي ما صار عليها max او minimum او average. اوكي تمام، هاي من قواعد السيكوال تمام. هلا بدنا نشوف ليش ما مشيت. هون الكلمه فيها غلط، جروب اوكي باي تمام. ف
زي قبل شوية، إذا صار أي مشكلة هاي بتكون بس إنه كتاب إملاء قصة زي هيك. هلأ نرجع لهون لأورجيكم شغلة سريعة. إحنا شو مطلوب منا بالمشروع؟ نعمل استعلام، تمام؟ دقيقة، عم بفتح الجيت هاب الخاص. هلأ إحنا المشروع شو طالب منا؟ نعمل 4 استعلامات، تمام؟ فيهم جوين اكسبلسيت جوين، يعني جوين يكون بهذا الاسلوب، يكون هنا يكون جوين واون، يكون بوضوح، تمام؟ ويكون فيها وان اجريجيشن، وهي الاجريجيشن. طيب هلا انا هيك هذا الكويري جاهز اني اقدمه للبروجكت واشتغل فيه. طيب كيف بدي نسوي؟ هون شو بنسوي؟ اللهم صل على سيدنا خلق محمد. مثلا بحطش انه وير، بحطش عميل، بحط اكثر من عميل، اوكي. هون الاكاونت اي دي خاص لاكثر من عميل. هون بعمل ليميت، بحكي 10، بسكر الكويري. هون طلع لي 10 عملاء، وكل عميل قدي اعلى قيمة ماكسيمم اخدها. طبعا هذا الكولوم هون برضو ممكن اعمل له اليس، اعمل most sell. او the top sales. تمام. طبعا هلا لو ما عمل زي هيك ما راح يشتغل. ليه؟ لانه هاي كتابة، الكتابة بتحط as اللي هو alias، بعدين هون بتحطها بين double quotation بالاخر، تمام. شو الهدف؟ الهدف زي ما انتو شايفين اني حطيت ايش، اسم مناسب، يعني بيقدر العميل انه يفهمه او بيقدر المانجر انه يفهمه. هون خلينا نحكي ال as، برضو بدي احط بين تو كوتيشن، هذا برضو بنسميه alias للعمود، تمام. بعمل رينيم للعمود. هون بحكي account number بس باسلوب بدون فواصل وقصص زي هيك، account number، تمام. وهون بعمل as برضو هيك client، شايفين هون عملناهم. في ممكن مثلا انا حبيتها يكونوا اول 5، اكتر من 10 لا، لانه الرسمة بتصفي صعبة، تمام. وهون بعمل له export، وبعمل هون query 1، بعمل اوكي، باجي هون مثلا، باجي هون باخد مثلا هيك، باجي هون بعمل الرسمة، ممكن اعملها زي هيك، ممكن اعملها زي هيك، هاي هيك حسابات حلوة. توب سيلز، والتوب سيلز قد ايه؟ من هون باخد الاكس، ممكن ياخدها هيك، ممكن اصلا ناخدها انذر تشارت، تمام. بس هو هون انا لا، اخد الاكاونت نمبر مع التوب سيلز، لا احنا بدنا ناخد الكلاينت، اسم الكلاينت، وبنعمل شيفت، وبعدين ناخد هيك، او بلاش هلا،
طبعا ممكن كمان هون نعمل له ascending أو descending ونكتب مين أحسن عميل، مين العميل اللي اشترى أكتر، وبنعمل الإحصائية تمام ومنقدمها. ممكن نظبط قد ما تقدر. هلأ فهمنا من خلال هذا الفيديو كيف نعمل join، explicit join، كيف نعمل max، طبعا هون ممكن نعمل minimum تمام ويطلع لنا برضه نتيجة. ممكن نعمل الافرج، يحكي لك هذا العميل قديش الافرج اللي له. تمام، على اساس انه قديش بيشتري. ممكن نعمل هون راوند على اساس انت من هون على اساس ما يطلع فواصل كتير. تمام، المهم ممكن نعمل اشياء كتير. اهم شيء شو استفدنا؟ استفدنا انه لازم نقرأ السكيما، لازم نعرف العامل المشترك بين الكولوم، لازم نفهم المكونات، نتخيل انه احنا محللين الاعمال. شو بده يسألنا؟ بده يسألني الاوردر، بده يسألني اسم العميل. تمام، ممكن مثلا بده يسألني ان هون مثلا قديش صار ترانزاكشن في الويب ايفنت. تمام، واعطيني اسم العميل اللي عمل لك الترانزاكشن هاي، شو الحساب، اسم الحساب، رقم الحساب واسمه اللي عمل هاي الترانزاكشن. اكتر حساب عمل الترانزاكشن في الويب ايفنت، اكتر سيلز، هون مندوبي المبيعات. تمام، اكتر سيلز مان، تمام، اسمه عمل ايش، عمل حسابات في الاكاونت، باع. اكتر سيلز مان باع في منطقة معينة. مجرد فهمنا السكيما نقدر نعمل الاستعلام، والاستعلام مش مطلوب منه احنا بمرحلتنا التعليمية، مش مطلوب منا الا ان نعمل explicit join، مطلوب منا نعمل aggregation ونكتب الاستعلام بشكل صحيح زي هون، نكتب نضيفه بالتمبلت ونكتبه بشكل صحيح في الكويري. طبعا هذا الحكي انا كتبته عملته بالفيديو الخاص بالسبميت، تقدر انك بسهولة تشوفه. هلأ هيك الامور ان شاء الله بتكون وضحت للاساسيات اللي بتسمح لك انك تسلم المشروع، وان شاء الله بكرة بالويبينار اي اشي بعتوا لي وان شاء الله برد عليكم.